استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا الفريق أول موهوزي موسيفيني وخلال اللقاء نقل موسيفيني للرئيس السيسي تحياتي وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وفي لقاء آخر اجتمع رئيس السيسي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي للاطلاع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الفريق أول موهوزي موسيفيني نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وهو ما سمنه السيد الرئيس. معربا عن تقديري لأخيه الرئيس موسيفيني ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال العسكري كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الافريقي وشرق افريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركه لجميع الدول الافريقيه الشقيقه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على اهم نتائج المشاركه المصريه في اعمال الشق رفيع المستوى للدوره التاسعة 79 للجمعيه العامه للامم المتحده. التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنيه بالقضايا الاقليميه والدوليه وعلى راسها قمه المستقبل التي تبنت ميثاقا دوليا يهدف لتعزيز اطر الحوكمه العالميه عبر تطوير واصلاح المؤسسات الدوليه متعدده الاطراف لا سيما في مواجهه التحديات الراهنه على اصعده السلم والامن والتنميه المستدامه وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا كما عرض السيد وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة